خلينا نكمل بقيه الحاجات الحلوه. مشاركه 11 محافظه تم وصول الفوج الاول للمشروع القومي لرحلات اعرف بلدك من ذوي القدرات الخاصه، واللي شملت اجمالي حوالي 250 شاب وفتاه استهدفتهم محافظه اسوان اللي اصبحت عاصمه للثقافه والفنون وكمان الشباب. بمشاركة 250 شابا وفتاة من ذوي القدرات الخاصة، وصل قطار الشباب ضمن الفوج الأول للمشروع القومي لرحلات اعرف بلدك إلى محافظة أسوان. يشارك في الفوج الأول شباب وفتيات من 11 محافظة هي الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج وبورسعيد، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية في إطار تكثيف وتعدد الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية والثقافية في جميع الاتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات الشبابية. تأتي تلك الوفود ضمن حرص الدولة المصرية على إعداد وتأهيل هؤلاء الشباب من ذوي الهمم ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية ومواكبة متغيرات العصر من أوجه التطور التكنولوجي في مختلف نواحي الحياة، وهو ما تشهده الجمهورية الجديدة بما يساهم في حصولهم على كافة الحقوق والمزايا، خاصة النماذج المشرفة والقادرة باختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل. معنا على التليفون الأستاذ ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان. صباح الخير عليك يا فندم. أهلا، صباح الخير يا فندم. يا أهلا بيك يا أستاذ ناصر. في البداية لو حضرتك عرفنا على أهم الفعاليات والأنشطة اللي موجودة في رحلات أعرف بلدك. بالفعل حضرتك، يمكن مشروع قطار الشباب أعرف بلدك ده من ضمن البرامج اللي بترعاها وزارة الشباب والرياضة وبينفذ يمكن من عدة سنوات سابقة، وده بيهدف إلى تنفيذ زيارة المعالم الأثرية والسياحية في محافظة أسوان والأقصر. بيتم تنفيذ الرحلات على مدار أسبوع، بيتقسم الفوج على نصفين. النصف الأول بينزل محافظة الأقصر وبياخدوا يوم السبت والحد والاثنين، ويوم الثلاث والأربع الفوج الثاني وبيبدلوا مع بعض في نص الأسبوع. وده يمكن برنامج من ضمن البرامج اللي زي ما قلت لحضرتك بترعاها وزارة الشباب والرياضة، وبتبقى بأجر بتبقى برسوم رمزية للشباب. بيسعى طبعا الشباب، وبيبقى في أعداد كبيرة مشاركة شباب والفتيات من خريج الجامعات وطلاب الجامعات والمرحلة السنية من 18 فيما فوق. على مدار أسبوع بيسعدوا بتنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية والسياحية والأثرية اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب، اعرف بلدك دي بتبقى فقط موجودة في الأقصر وفي أسوان، ولا ايه تاني المحافظات اللي بيحصل فيها جولة من خلال اعرف بلد؟ احنا عارفين قطار الشباب ده كان بيبتدي من القاهرة وبيعدي على الأقصر وأسوان، هل بيروح أماكن أخرى؟ بالظبط يا فندم، هو في الشتاء بيبقى القاهرة وأسوان وبيبقى في بعض المحافظات. بالنسبة لشهور الصيف بيبقى لمحافظات الوجه البحري واسكندرية والمحافظات الساحلية بيبقى في مختلف المناطق ومختلف المحافظات. يمكن شفنا من حوالي سنتين ثلاثة لأول مرة كان المشروع بينفذ في منطقة الواحات البحرية والوادي الجديد ومعظم المحافظات الساحلية بتنفذ فيها البرنامج على مدار العام، بس يمكن بيتم تكثيفه في محافظة الأقصر وأسوان خلال فترة الشتاء. طيب، الشباب من ذوي الهمم يا أستاذ ناصر كلهم طاقات إبداعية، كلهم شغف لأداء الكثير من المهام والحاجات اللي بنشوفها من خلال هذا التقرير واللي بنعرضها دلوقتي على الشاشة من خلال الفعاليات والأنشطة، إزاي بيتم اختيارهم؟ وزي ما قلت حضرتك طبعا ذوي القدرات والهمم دول ولادنا من ذوي القدرات والهمم، بيبقى ليهم فوق يمكن بيصر معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إصرار كبير ان لازم يكون ليهم فوق، وحقهم علينا وحقهم على الدولة المصرية ان لازم يقول ليهم كافة الحقوق والواجبات زيهم زي اي شاب وفتاة
من الأسوياء، بيتخصص لهم فوج كل عام بيشاركوا فيه على مدار الأسبوع. ومش عايز أقول لحضرتك يعني كمية السعادة والكمية السعادة والارتياحية اللي بيكون فيها الولاد خلال الأسبوع، لأن خلاص بيتنقل إحساسهم لمنطقة تانية خالص، بيشوف الآثار، بيشوف المناطق الأثرية اللي في الأقصر وأسوان. يمكن أنا هتكلم على أسوان بصفة خاصة، مش عايز أقول لحضرتك كمية السعادة اللي كانوا فيها الولاد وكمية الانبساط وإصرارهم، إصرار كبير إن هم يجي. يمكن كان في ناس أول مرة يطلع رحلة زي كده، خلاص بيرجع إحساسه تاني خالص، بيرجع إحساسه. وده يمكن أحد البرامج اللي بترعاها وزارة الشباب والرياضة، اللي هو برنامج الدعم وبرنامج تنفيذ كود الإتاحة اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة في معظم المنشآت الرياضية والشبابية. وده يمكن اللي استفدنا منه احنا في مشروع حياة كريمة. يمكن بالنسبة لمحافظة أسوان اتطور 158 مركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة، اتنفذ فيها كود الإتاحة، بحيث ان الشاب او الفتاة من ذوي القدرات والهمم يدخل المركز ويمارس كافة الأنشطة المتاحة ليه بسهولة ويسر، من أول الرامب اللي يمكن لو اتكلمنا عليه اللي هو دخول الكرسي المتحرك وخروجه، إلى الحمامات الخاصة بذوي القدرات والهمم، وإعداد المركز وتجهيزه لتنفيذ كل الأنشطة اللي خاصة بالقدرات والهمم. ويمكن ده مش غريب على القيادة السياسية، أو مش غريب على وزارة الشباب والرياضة، ان بتنفذ او بتؤدي السياسات اللي بترعاها الدوله المصريه وزاره الشباب والرياضه، ان يستفيدوا، ان القدرات والهمم يستفيدوا من كل او من معظم الانشطه اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه. طيب احنا عندنا الوفد ده من ذوي القدرات الخاصه، وانا ما زرتش بصراحه مراكز او بيوت الشباب في الاقصر واسوان بقالي العديد من السنوات. هل بقت البيوت الشباب مؤهله انها تساعد اعاقات مختلفه، او انها يبقى في سهوله للاقامه لاعاقات مختلفه من ذوي القدرات الخاصه اللي موجودين في الوفد؟ بالفعل يا فندم، احنا لو اتكلمنا على المدن الشبابيه، يمكن المدن الشبابيه اللي مكان الاقامه المحدد ليهم دي المدن الشبابيه. المدن الشبابيه بتتبع وزاره الشباب والرياضه، واتطورت المدينه الشبابيه بمحافظه اسوان، اتطورت من حوالي سنه على اعلى مستوى، وبقت مؤهله لاستقبال القدرات والهمم. الدور الاول كله الارضي مخصص للاحتياجات الخاصه بالنسبه للكراسي، مجهزه باثنين اسانسير لمساعده الولاد والشباب والفتيات للدور الاول والثاني، زائد السهوله واليسر اللي احنا بنشوفه لاستقلالهم للاتوبيسات السياحيه اللي هي مخصصه من وزاره الشباب والرياضه لزياره المعالم الاثريه والسياحيه. وطبعا معظم حضراتكم عارفين ان معظم المعابد الاثريه ومعظم الاماكن في محافظه اسوان مجهزه تجهيز عالي جدا لاستقبال ذوي القدرات والهمم. طيب اتفضل. لا اتفضل. وده كان يمكن اصرار كبير من معالي الوزير اشرف عطيه محافظ اسوان، حضر معانا الحفل الختامي واصر برضو اصرار كبير جدا ان هو لازم يكون محافظه اسوان ليها دور كبير في استقبال الفوجين. يمكن الفوج الاول وسامينا الفوج الثاني، وصل عدد المحافظات لحوالي 18 محافظه بإجمالي يمكن 480 شاب وفتاة. وزي ما كلمت حضرتك على الفوج الواحد عدده قد إيه؟ الفوج الواحد كان 250 والتاني كان حوالي 240، يعني في المجمل بنتكلم على 500 من يوم السبت لغاية يوم الخميس. وده نفس عدد الفوج في الشباب ذوي القدرات الخاصة، اتقسموا إزاي وعدد الإشراف والأشخاص الموجودين المساعدين ليهم؟ هل مؤهلين ولا اشراف من وزاره الشباب من الاساتذه الزملاء في وزاره الشباب؟ طبعا الولاد والشباب والفتيات المشاركين كلهم كانوا بيتبعوا وزاره الشباب والرياضه من مكتب قادرون باختلاف، ودي مكاتب بتتبع معالي الدكتور اشرف صبحي، تبعيه مباشره
ليه على اساس يبقى فيه سهوله في اتخاذ الاجراءات والمشاركات الولاد في معظم الانشطه. كل فوج يمكن كان بيتكون من 15 شاب وفتاه ومعاهم المشرفين من 2 لـ3 مشرفين لكل محافظه. استقلوا القطار المكيف من محافظة القاهرة لغاية الأقصر ولغاية أسوان مرورا بالمحافظات المختلفة، واستكمل الفوج استكملنا تنفيذ البرنامج لحد يوم الخميس، وتمت المغادرة بسلامة الله والحمد لله. ما كانش فيه أي سلبية يمكن في محافظة أسوان بالذات. ومره ثالثه برضه يعني انا كنت كان نفسي تشوفوا يعني قمه السعاده والفرح اللي كان في الولاد، وشاركوا معانا اولاد محافظه اسوان برضه واولياء امورهم، وشاركوا معانا في الحفل الختامي بفرقه فنون شعبيه على اعلى مستوى بتاخد المركز الاول دايما في المسابقات السنويه، وقدموا لنا يمكن 3 فقرات للتراث النوبي، وكان في غناء فردي. وده كان يوم الاربع، ويوم الخميس تمت المغادره بسلامه الله. اكيد دي عاده او تقليد موجود وبرنامج موجود منذ فتره طويله في وزاره الشباب، واضح انه بيتم يعني تطويره كل شويه وادخال تعديلات عليه تتناسب مع المستجدات. كل الشكر ليك الاستاذ ناصر سليم وكيل اول وزاره الشباب والرياضه واسوان، شكرا جزيلا.